اليوم سنتكلم عن قصة موت عجيبة لنبي من أنبياء الله، هو موسى عليه السلام كليم الله. فللقرآن الكريم نهج في بيان قصص القرآن سواء بالاختصار أو بالتفصيل، وقصة موسى عليه السلام هي أحد القصص التي تناولها القرآن الكريم بشيء من التفصيل. واليوم سنروي لكم قصة نبي الله موسى العجيبة، وسنعرف ماذا فعل مع ملك الموت عندما جاء ليقبض روحه كما ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسنعرف متى توفي وأين كان ذلك، ولماذا لطم ملك الموت وفقأ عينه. إن الأنبياء والرسل هم بشر اصطفاهم الله تعالى وفضلهم على جميع العالمين، كما فضل الرسل على الأنبياء عليهم السلام، حيث فرق العلماء بين الرسول والنبي، فقالوا إن الرسول هو من أرسل بشريعة من رب العالمين لقوم كافرين، أما النبي فهو الذي بعث إلى قوم يؤمنون بشريعة رسول أرسل من قبله ليحكم بين الناس ويعلمهم، كما فضل الله تعالى أولي العزم من الرسل على باقي الرسل، وهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. ولقد فضل الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بالكلام معه، فهو نبي من أنبياء الله الصالحين، وهو أخو النبي هارون والمعروف ببلاغته، والذي عاون نبي الله موسى في التخلص من حكم فرعون. ولقد أنزل الله تعالى على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام التوراة وأيده بمعجزات كثيرة، منها عصا تتحول لحية حقيقية تبتلع كل ما يقع أمامها. ولقد ظل بنو إسرائيل في التيه 40 سنة ومعهم نبي الله موسى عليه السلام، حتى أوحى الله إلى موسى عليه السلام أني متوفي هارون. فعن أبي مالك وابن عباس قالوا إن الله أوحى إلى موسى أني متوفي هارون، فآتي به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل، فإذا هم بشجرة لم يروا مثلها، وإذا ببيت مبني وفيه سرير عليه فرش، وإذا بريح طيبة. فلما نظر نبي الله هارون عليه السلام لذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، فقال يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير. فقال له موسى فنم عليه، فقال إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي. قال له موسى عليه السلام لا ترهب، أنا أكفيك رب هذا البيت، فنم. فقال يا موسى نم معي، فإن جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك جميعا. فلما نام توفي هارون وأخذه الموت، ورفع السرير إلى السماء. فلما رجع موسى عليه السلام لبني إسرائيل وليس معه هارون، قالوا إن موسى قتل هارون. فقال موسى لهم ويحكم، أفترون أني أقتل أخي؟ إنه أخي ولم أقتله. ولما زادوا عليه قام فصلى لله، فنزل السرير حتى رأوه بين السماء والأرض، فأخبرهم نبي الله موسى أن هارون قد مات فصدقوه، وكان موته في التيه. ولقد كان موسى عليه السلام زاهدا في الدنيا راغبا فيما عند الله عز وجل، فقد روى همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، فقال له أجب ربك، فلطم موسى ملك الموت ففقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه فقال يا رب أرسلتني لعبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني، فرد الله عليه عينه وقال له ارجع إليه وقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فإنك تعيش بكل شعرة وارتها يدك سنة. فقال موسى عليه السلام ثم ماذا بعد ذلك؟ فقال الموت. فقال موسى عليه السلام فالآن من قريب. ثم قال موسى لله عز وجل رب ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث قال لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. وقال الثعلبي سمعت أبا سعيد بن حمدون قال سمعت محمد بن يحيى أنه قد صح هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقصة ملك الموت مع موسى عليه السلام لا يردها إلا ضال. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملك الموت كان يأتي الناس عينا حتى أتى موسى ليقبضه فلطمه ففقأ عينه، فرجع ملك الموت وجاء بعد ذلك خفية. ولقد استنكر البعض فعل نبي الله موسى عليه السلام وأنكروا الحديث،
ولهذا رد سنورده في آخر المقطع. وهنا السؤال، كيف مات موسى عليه السلام وعلى أي هيئة مات؟ فعندما استسلم موسى للموت وطلب الموت القريب ورضي به، مر بملأ من الملائكة يحفرون قبرا، فلم يرى أحسن منه ولا أجمل خضرة منه ولا أبهج منه. فقال: يا ملائكة الله، لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد من عباد الله كريم، فإن كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس. فنزل موسى عليه السلام فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس، فقبض الله روحه، ثم ساوت الملائكة عليه التراب. وقد ذكر عند أهل الكتاب أنه قد مات وعمره 120 سنة، وأنه توفي في فلسطين بالقرب من القدس عند جبل يدعى جبل نيبو. ومن الدلائل على ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يروي للصحابة قصة الإسراء والمعراج من مكة إلى المسجد الأقصى، فقال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، ثم أكمل: لو كنتم معي لأريتكم قبره. وهذا ما يوافق قول موسى عليه السلام عندما اختار الموت، فقال: رب ادنني من الأرض المقدسة رمية حجر، كما أن هناك مقام لسيدنا موسى عليه السلام بالقدس، ولكننا لا نؤكد وجود جثمانه به. أما من أنكر هذا الحديث من المبتدعة فقالوا: إن كان موسى عليه السلام عرف ملك الموت فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له منه؟ والإجابة على هؤلاء من كتاب شرح الباري، وهي أن الله تعالى لم يبعث ملك الموت لموسى عليه السلام وهو يريد قبض روحه حينئذ، وإنما أرسله إليه اختبارا، وإنما لطم موسى عليه السلام ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره دون إذنه ولم يكن يعلم أنه ملك الموت، ولقد أباح الشرع فقع عين الناظر في دار المسلم بغير إذن. وقد جاءت الملائكة إبراهيم ولوطا عليهما السلام في صورة آدميين وما عرفوهم، ولو عرفهم نبي الله إبراهيم لما قدم لهم الطعام، ولو عرفهم لوط لما خاف عليهم من قومه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في أمان الله.